أسأل الله أن يجعل هذا المقطع نافع لنا ولكم ولجميع من يشاهده. أبو خالد، كنت مثلك مثل أي واحد من الشباب، صحة وعافية ولله الحمد، فجأة صار عندك فشل كلوي، وصار عندك نقص كالسيوم، وصار عندك كسر في المفصل مفاجئ. الحمد لله. وراجعت الطبيب، وش قال لك الطبيب السبب؟ والله قال لي عنده أداء من الغازات، وأشكى شيء الكودريد، كنت أشرب 3 أو أكثر من 3. كنت تشرب في الكودريد 3 إلى 4 علب يوميا؟ أيوه كنت. طيب، وسبب هذه المشاكل كلها، مع أني يا شباب الله يحفظكم، ترى مكتوب على الكودريد، مكتوب عليه تحذير صحي، يعني عدم تناول أكثر من 2 في اليوم. يا شباب الله يحفظكم، ترى هذه التحذيرات ما وضعت عبث. اللي يدمن الكودريد يأخذ العظة والعبرة من أبو خالد، الله يطول عمره. يا مرحبا يا أبو خالد. نصيحتك للشباب؟ تكفون يا شباب، ابتعدوا عن شيء مضر بالصحة. والله هذه الكلمة تكفي، تكفون.